الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد إخواني الكرام نأتي إلى الشبهة الأخيرة من شبهات الشيعة حول سيدنا عمر رضي الله عنه، الشبهة 11، وهي أمر عمر برجم زانية مجنونة. طيب نؤقت أولا، توكلنا على الله. طيب ما هي القصة؟ قال ما هي خلاصة هذه الشبهة؟ يعني من العنوان معروف تفصيل الأمر، أنه أمر سيدنا عمر أمر برجم زانية حامل من جهة، وفي أيضا من رواية وفي رواية أنه أمر بزانية مجنونة. طيب فهنا أنه أمر برجم زانية حامل، امرأة حامل زنت أمر برجمها، فقال له علي، اعترض عليه، قال إن كان لك عليها سبيل، على المرأة التي زنت المرأة الحامل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فأمسك، يعني هذا اللي في بطنه إيش ذنبه، فأمسك وقال لولا علي لهلك عمر. هذا طبعا كله نقل الشيعة، ونقلوا أي الشيعة أنه أمر بأشبه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، يعني امرأة تزوجت بعد ستة أشهر أمر برجمها، ظن أن هذا زنا لأنه الحامل تسعة أشهر. طيب فقال، فنهاه علي، هم يرجم هذه التي ولدت بعد ستة أشهر، واحتج عليه بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فدل على أن أقل الحمل ستة أشهر، والرضاع سنتين، الرضاع والرضاع، طيب بدليل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذا حولين سنتين، اطرحهم اللي هن 24 شهر، اطرحهم من 30، إذا بضل 6 أشهر، لأنه هو إذا 6 أشهر أقل الحمل هذا الحمل 6 أشهر أقل الحمل والرضاع سنتين، يعني وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب فأمسك عمر عن الرجم، هذا ذكره المفيد في كتاب الاختصاص وابن طاووس والطرائف، وذكره الصدوق في من في كتاب من لا يحضره الفقيه. يعلقون على هذه القصة بقى، على هذين القصتين، يعني يعلق الشيعة مثلا الحلي يقول في منهاج الكرامة عن عمر بأنه كان قليل المعرفة بالأحكام، بدليل أنه أمر برجم زانية وأمر برجل أمر برجم امرأة حامل، امرأة زانية حامل، أو برجم امرأة ولد 6 أشهر. طيب الجواب، أولا إن عمر لم يعلم قضية أنه أمر ب، طبعا هنا ما أتوا بقضية المرأة المجنونة، ما ذكروها هنا، ما أظن، ما أعرف ليش، لكن هو فيه هنا أنه هو أمر برجم امرأة مجنونة، فما الجواب عن هذا؟ كيف مجنونة؟ كيف أمر برجمها مجنونة؟ ما عليها تكليف، ورفع القلم عن 3 ومنها وعن المجنون حتى يفيق. فهنا أيضا نهاه علي، لذلك هنا الجواب أن عمر لم يعلم بجنونها، ولذا قال له علي إن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها، يعني لعلها زنت وهي وأثناء ما كانت مجنونة. قال عمر، لكن مجنون متقطع بهذا، قال عمر لا أدري، فقال علي وأنا لا أدري، يعني أنا ماني متأكد إنه هل هي زنت أثناء جنونها أم أثناء إفاقتها، لأنه كان جنونها متقطع. فلذلك هنا الإمام الخطابي يقول في معالم السنن لم يأمر عمر برجم مجنونة مطبق عليها الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه، في حدا يشبه يعرف، في حدا حتى ولو لم يكن خليفة، أي عام مجنون خلاص، يعني مرفوع عنه القلم، لا يؤاخذ مجنون، غاية ما هنالك أنه يؤاخذ وليه.
فكيف يخفى على عمر أنه مجنون يأمر برجمة؟ قال لا يجوز أن يخفى هذا عليه على عمر يعني، ولا على أحد ممن بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تجن وتفيق، فرأى أن ذلك لا يسقط الحد عنها إذا كان الزنا منها حال الإفاقة. ثم أنت حال الجنون ما نقيم عليك الحد، لكن حال الإفاقة، وإذا زنت حال الإفاقة، حال الإفاقة يقام عليها حد. لكن هنا الخلاف حدث بينه وبين علي، أنه هل زنت حال الإفاقة ولا حال الجنون؟ كلاهما قال لا أدري، غير متأكد، ولذلك رفع عنها الحد للشبهة. فيتبين إذن من الحديث السابق أن هذه المجنونة كانت تفيق ثم تغيب، ومن هذا حاله يقام عليه الحد إذا زنى حال الإفاقة عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء. فلعل عمر ظن أنها زنت حال الإفاقة خلافا لعلي الذي يأيش أنه قال حط احتمال أنه ممكن تكون زنت حال الجنون. ثم اتفقا يعني علي وعمر على إسقاط الحد عنها للشبهة، طالما نحن، لأنه هو قال لا أدري، قال عمر لا أدري، فقال علي وأنا لا أدري، يعني لست متأكد أنه زنت حال الإفاقة وللشبهة، يعني لعلها زنت حال الجنون وللشبهة، وإيش رفع عنها الحد. وهذا قاله ابن حجر فتح الباري، ونقله هنا هذا المؤلف القحطاني بتصرف، أنا ذكرت هنا التلخيص يعني بتصرف. ثالثا قول عمر لولا علي لهلك عمر لم ترد في روايات كثير من رددها الشيعة، لولا عمر لولا علي لهلك عمر، ولولا السنتان مع لولا السنتان ما عرفت ايش ما فقه النعمان، هذه يقولها انه ابو حنيفه قالها حينما التقى بجعفر لمده سنتين فتفقه منه، ايضا هذه يقولها الشيعة. لكن هنا بالنسبه لهذه لولا علي لهلك عمر، هذه لم ترد في روايه الحديث الذي جمع طرقه ابن حجر في فتح الباري، وانما ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب غير مسندة، يعني ابن حجر تتبع طرق هذا الاثر، لاحظ يعني ولم يجد له سندا او كذا، انما ذكرها ابن عبد البر مسندة غير مسندة في كتاب الاستيعاب. رابعا بالنسبه للحامل التي، هذا كله ما سبق نتكلم عن المجنونه التي امر برجمها ثم ترك رجمها للشبهة، بالنسبه للحامل التي امر برجمها فهو لم يعلم بحملها، فاذا هناك لم يعلم بجنونها أو لم يعلم أنها زنت أثناء الجنون، وهنا أيضا لم يعلم بأنها حامل، وإن سلم أنه كان يعلم بحملها وأنه كان يظن جواز رجم الحامل حتى ولو كانت حاملة أو أثناء الحمل، فهذا ربما يخفى عليه. ليش؟ هذا الكلام ابن تيمية هنا، لأن الشرع قد جاء في موضع بقتل الصبي والحامل تبعا لا أصالة، كما إذا حصر الكفار، كما في حصاره للطائف ونصبه المنجنيق عليهم، وقد سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصابوا من نسائهم، فقال هم منهم. إذن ممكن الأطفال والنساء يعني يقتلوا بالتبع لقتال ذويهم أو المحربيين يعني، فيكون هذا يعني من طيب. أخيرا وأما أمره برجم التي ولدت لستة أشهر ورجوعه لرأي علي فبعدم الرجم، أنه قال له لا وحمله في الصلاة 30 شهرا، فهذا يعني أنه ست أقل الحامل ستة أشهر والرضاعة سنتين، فهنا نعم رجع لقول علي بعدم الرجم لوجود الشبهة، فلا مطعن فيه، لأن صاحب العلم العظيم كبحر، لاحظ، صاحب العلم العظيم كعمر الذي هو كالبحر يعني، إذا رجع إلى من هو دونه في بعض الأمور كالبحر علما يعني، لم يقدح هذا في كونه أعلم منه، يعني لأنه ربما يخفى على الفاضل شيء يعلمه المفضول،
بمجلسنا، بل هذا يدل على عظيم قدر عمر وتواضعه وتقبله للنصيحة والعمل بالدليل والانصياع له وعدم الاستئثار برأيه، فكيف يقال بعد هذا إنه جحد وصية رسول الله بخلافة علي؟ ولو جحد فعلا خلافة علي لكان علي أنكر عليه كما أنكر عليه هنا في قضية إنه كيف قال، كيف تترجمها؟ ممكن تكون فعلا هي حملت هذا. طيب أخيرا فقلت أنا هنا، قال ثم إن عمر أقام الحد، إن ثم عمر إن أقام الحد اتهمه الشيعة بالجهل بتطبيق الأحكام كما هنا، وإن لم يقيمه لوجود الشبهة كما في إقامة الحد على المغيرة بن شعبة، عدم إقامة الحد على المغيرة بن شعبة اتهمه الشيعة بتعطيل الأحكام، فكده خربانة وكده خربانة. وهذه هنا القصة أن تقرأوها، ونحن سنخصص ممكن حلقة للتفصيل. والحمد